إذن مشاهدينا بخصوص هذا الموضوع نفتح ملفنا الثاني للنقاش. ينضم إلي عبر الهاتف تبوب سليم نائب رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني. أهلا بك سيدي. مرحبا سيدتي وشكرا على الدعوة. العفو، شكرا على تلبية الدعوة. سيد تبوب، أمس وزير المالية العزيز فايد عرض مشروع قانون المالية لسنة 2024 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني. مشروع قانون المالية لسنة 2024 يعني فيه تدابير للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وكذا دعم الاستثمار، والذي كان رئيس الجمهورية من قبل قد أقر في هذا الخصوص، كذلك رفع الأجور وخفض العديد من الضرائب والرسوم وإلغاء بعضها. نعم نعم سيدتي، البارحة لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني كانت في استقبال السيد وزير المالية كممثل للحكومة لعرض قانون المالية لسنة 2024. هذا القانون الذي هذه الميزانية الضخمة التي خصصتها الدولة الجزائرية كمشروع قانون المالية لسنة 2024 والمقدر بأكثر من 15,000 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل 112 مليار دولار أمريكي، وهو رقم ضخم. اعتمدت هذه الميزانية على أساس 60 دولار أمريكي للبرميل النفط، مع أن الدولة في خلال 2024 حتى 2026 محددة وقدرت أن سعر برميل النفط 70 دولار أمريكي. هذه الميزانية الضخمة التي هي أكبر ميزانية منذ الاستقلال بكل تأكيد أعطت الأولوية للطابع الاجتماعي للدولة. الطابع الاجتماعي للدولة من خلال أن هذه الميزانية قد رصدت المبالغ المالية المخصصة للموظفين الذي ستزيد أجورهم بنسبة 47%. لفائدة ما يقارب 2.86 مليون موظف وعون عمومي. كما كذلك رفع المنحة التقاعد من 15,000 دينار جزائري إلى رفع منحة التقاعد إلى 15,000 دينار جزائري لمن كانوا يتقاضون أقل من 10,000 دينار جزائري، ورفع منحة التقاعد إلى 20,000 دينار جزائري لمن كانوا يتقاضون 15,000 دينار جزائري. كما كانت هناك مراجعة منحة البطالة من 13,000 دينار جزائري إلى 15,000 دينار جزائري، وتشمل 2.35 مليون مستفيد. هناك كذلك رفع منحة الطلبة الجامعيين من 1300 دينار جزائري شهريا إلى 2000 دينار جزائري لفائدة 945,396 طالب. كذلك كان هناك رفع لمنحة التضامن إلى 7,000 دينار جزائري لمن كانوا يتقاضون 3,000 دينار جزائري، ويشمل هذا العدد ما يقارب هو عدد كبير جدا. يعني بالملاحظ لما نلاحظ هذه الأعداد الهائلة في الزيادات في الأجور وفي التقاعد ومنحة الطلبة، بكل تأكيد الدولة تسعى للحفاظ على القدرة الشرائية. لكن هنا اسمح لي أن أفتح قوس أن لا يجب على الدولة اليوم أن تكون حازمة في من يضاربون بقوت الجزائريين. صحيح. حتى لا تكون هذه المبالغ الضخمة التي رفضتها الدولة للمعوزين والمحتاجين والموظفين لا تكون هباء في يد المضاربين. كذلك ما يلاحظ على ميزانية الدولة لسنة 2024 أنها تسجل عجز ميزانياتي مقدر ب 6770 مليار دينار جزائري، أي بما يعادل 17.4 من الناتج الداخلي الخام. وهنا ينبغي الإشارة إلى نقطة في غاية الأهمية، وهي
أننا لابد أن يكون الإطلاق العام بحكامة وبرشادة، لأن هذه المبالغ المالية المسجلة في العجز الميزانيات يجب التحكم فيها عن طريق الإنفاق بحكامة وبرشادة. تجدر الإشارة كذلك أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يرتقب نمو اقتصادي في حدود 4.2% في سنة 2024 و 3.9% في سنة 2025 و 4% في سنة 2026. تجد الإشارة كذلك في قانون المالية أن هناك مراجعة للأنظمة الأساسية الخاصة بعدة قطاعات، وهي قطاع التربية، قطاع التعليم العالي، قطاع الصحة، قطاع الأئمة، الشؤون الدينية. وهذه مراجعة هذه القوانين بكل تأكيد سيكون هناك زيادات في رواتب هذه القطاعات. كما نسجل بارتياح تسجيل مؤشر إيجابي يساعد صندوق التقاعد في العودة التدريجية، لأن هناك إشكالية، العديد من الموظفين والأعوان العموميين الذين عملوا أكثر من 32 سنة وللأسف لا تحتسب في تقاعدهم. هذه الإشارة نلمح فيها، ونتمنى أن يكون رئيس الجمهورية يعطي الحق في التقاعد لهؤلاء الذين عملوا أكثر من 32 سنة في العمل، وعددهم لا يتجاوز 115,000 موظف وعون عمومي. ميزانية سنة 2024 كذلك فيها شيء إيجابي، وهو أن رئيس الجمهورية وعد ببناء ما يقارب 250,000 سكن، منها 100 سكن اجتماعي و150 كإعانات ريفية. وهنا اسمحي لي أن أفتح قوس كذلك. هذه السكنات التي أمر بها رئيس الجمهورية، قبل البدء في هذا يجب أن نعالج مشكلة في غاية الأهمية، وهو رفع الحد الأدنى لمستفيدي السكن الاجتماعي والمقدر ب2,400,000 سنتيم. هذا المبلغ أصبح اليوم الكثير من الموظفين والأعوان يقولوا يا ريت ما زدناش رئيس الجمهورية حتى نستفيد من سكن. وهنا يجب على وزارة السكن التسريع بإعداد قانون نرفع فيه الحد الأدنى للاستفادة من السكنات الاجتماعية والمقدرة ب2,400,000، على أن ترتفع على الأقل إلى 5 ملايين سنتيم كحد أدنى ليقصى من خلاله المواطن الذي قاضى أكثر من 5 ملايين سنتيم. هذه نقطة أتمنى أن تؤخذ بعين الاعتبار، ويكون التسريع بإيجاد قانون نرفع من الحد الأقصى للاستفادة من السكنات الاجتماعية. سيد تبوب، كذلك نقطة أخرى، على الرغم من الصدمات المتتالية من ابتداء من الأزمة الصحية ثم الصراع الروسي الأوكراني على السياق الدولي والإقليمي والوطني، قانون المالية لسنة أو مشروع قانون المالية لسنة 2024 جاء به مرونة أو أظهر مرونة من خلال تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي والميزانيات، كيف ذلك؟ نعم، هذا التحسن، وفي الحقيقة الاقتصاد الجزائري كباقي اقتصادات العالم تأثر بجائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية، لكن رغم ذلك الاقتصاد الجزائري يعرف تصحيحات كثيرة، ودليل ذلك هذه الأغلفة المالية المرصودة لجل القطاعات، قطاع الأشغال العمومية والري، لقطاع الصحة، على الرغم أن قطاع الصحة للأسف قطاع الصحة يستحق أغلفة مالية أكثر مما رصدت، لأن الصحة في الجزائر للأسف ما زلنا نعاني الكثير سواء على مستوى الأطباء الاختصاصيين أو على مستوى التجهيزات، الإسكانير واليرام،
أو لراديو، يعني فيه ما زالت نقائص. كنت أتمنى أن يحظى قطاع الصحة بأغلفة مالية كبيرة مع الحرص على تنفيذها في أرض الواقع. كذلك من بوادر هذا النجاح أن الدولة أعطت أغلفة مالية للاستثمار من خلال إعادة بعث المشاريع التي بدأ وجمدت وكانت نسبة في الإنجاز تجاوز 70%. هنا الدولة أعطت أغلفة مالية لهذه المشاريع من أجل إعادتها من جديد، وخاصة المشاريع الكبرى التي تضمن اليد العاملة وتعطي القيمة المضافة وتخلق يد عاملة. شكرا جزيلا لك سيد تبوب سليم، نائب رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، شكرا على كل هذه التفاصيل.